بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق دراوة. يا جماعة النهاردة الثلاث 28/2/2023. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك في أول الفيديو. هنخش ونعمل لكم تقرير بأسعار الجاموس والعشر والوالد والحلاب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. النهاردة أجرنا عربية يا جماعة وداخلين بنصور بيها. طبعا بنهزر يعني احنا بالصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله الله أكبر. احنا بس الطريق مقفول فبنعدي بيها العربية وقلنا ايه ناخدوا لقطة حلوة كده. ادعمونا بلايك ما تدخلوش علينا بلايك. الناس بتاعت الجاموس اللي مقصرين معانا يا جماعة ادعمونا بلايك يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله الصلاة على النبي تبارك الله. نخش النهاردة نشوفوا العشر والوالد والحلاب. انت يا ده جماعة خد احسن قوم يا خلاص ماشي عندي بقرة عليها 113. صباح الفل كبير نهاركم منورين والله لو وسع عليكم منورين. حج محمد هنا على ابو حمد ما شفت على ابو حمد ازيكم معلم صباح الفل. هذول ناس مسوكين الناس يا موسى تحت يا ولدي كبير يا جماعه. واحد يوشك من المال اللي حيجيب حقه. ذكر انت ذكر صلاة النبي البيع والشراء قناة تامنة صل على النبي برا يا عم الحاج انت تتفرج على قرها تبارك الله. انت بتصلي على النبي دعي لنا 50000 50000 50000 وطالبين من الله زياده صل على النبي ان شاء الله باذن الله. حجبنا على القناه تامنه ولا ان شاء الله حاضر اخا تبارك فيها عشر ولا طلوق ولا حاجه؟ ثلاث شهور العشر ثلاث شهور ثلاث شهور تبارك الله تبارك. الولد الكامل هذا حي دي الولد الثاني اللي بطن الولد الثانية تحليب لها كيلو ونص كيلو ونص لا اكثر ان شاء الله اكثر صل على النبي باذن الله. العشر ثلاث شهور يا جماعه في الجاموسه دي العشر ثلاث شهور تحت يد الذكر الكبير دي والرايل بيقول يعني تحلب احسن من كيلو ونص وكيلو ونص. هو الولد الكام ليه هذا؟ يا عم عايزين نصوروها استنى اوعى اوعى استنى خليها تبارك الله. ايه ب 50000 يا جماعه تبارك الله. عي ليه ما عشر دي ولا ايه؟ صلاة النبي جاموسة حلوة بس مع واحد شاب صغير يعني الله. صباح الفل يا معلم منورين والله صل على النبي تبارك الله الله اكبر صل على النبي. تعال اوريك انا اسعار صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله. جاي لك دقيقة صل على النبي تبارك الله. ايه الاخبار؟ صل على النبي. هذا الضرع يا جماعه الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. دوز واحد السن دوز واحد. صل على النبي. اول ولد يا جماعه. اول ولد. تبارك الله ما شاء الله. تحتيها يا معلم؟ تحتيها انت واربع واربع اللبن. دي انتيتها؟ انتيتها الغليظة. صلاة النبي يا عم دي زغلة دي فاهم الأرمان. تبارك الله. جاموسة زغلة. ولد أول كسر جوز رايل بيقولوا اللبن أربعة وأربعة والفلوس حق 50 و500 50 و500 صلاة النبي 50 و500 هاي يا جماعة درة لا تحت اللهم صل على النبي. أربعة في الليل وأربعة في الصبح 8 كيلو يا جماعة حلوة حلوة بالنسبة بالنسبة للبكرية. عم محسوب صباح الفل يا باشا طلعتك على النت زعلان منيكم يا عم لا انا على طول على النت ها انا معاه على طول على النت حبيبي عم محسوب الله يوسع عليك. كم يا كرم؟ 50 و500 جميع الشروط 4 في الليل 4 في الصبح. اسعار شديدة يا عم اسعار والله ما عشت تحت اسعار شديدة يا عارفين ليه الجو والله العظيم اسعار شديدة يا اخواننا والله يعني برضه حي تبارك الله يعني حلوة يعني والله هي بصراحة يعني ما خلتش في الجمال ما شاء الله تبارك الله. في حي ثاني معاه؟ في واحدة جاي لك هي دي؟ جاي لك دقيقة
حاضر ماشي حاضر. تبارك الله. دي بكريول سو كان ولد ثاني ولد كسر اربع سنك ثاني ولد يا جماعه. ايه تحتيها؟ تحتيها انت تحتيها انت مشكاره دي يا جماعه تبارك الله. لبنها كام وكام معلم؟ 4 و4 يا جماعه. الله صلاة النبي ما شاء الله. تاني ولد دي والفلوس؟ البيع والشراء 54. البيع والشراء 54 يا جماعه فيها. صلاة النبي. والثالثة دي معاك؟ لا الصلاة على النبي. كم التليفون لو حد عايز له حاجة معلم؟ 011 00 00 277 142 142 كرم الزناتي من الشرق. معلم كرم بتبقى في حاجة تريح من كده لو حد عايز له حاجة في البيت عندي. يعني مثلا لو واحد عايز له حاجة على كده لا في كله موجود كله موجود. الأسعار بتبتدي معاك من كام؟ من 30 وطالع. من 30,000 30,000 والد ولا عشر؟ لا لبن بيكون لبن. طب العشر مثلا يبتدي معاك من كام؟ العشر بس من 27 وطالع. من 27 وطالع. والوالد؟ الوالد من 40 وطالع. من 40 وطالع. معلم كرم الزنات والله انت راي محترم يا عم. من الشطبة يا معلم صح؟ والله يوسع عليك يا معلم. هذا يا جماعة بالصلاة على النبي تبارك الله جمستين مع معلم كرم حاجة تبارك الله يعني. عم محسوب ايه اخبارك عم محسوب؟ نار ابيض. لبن ولا عشر دي؟ والده دي؟ والده. الصلاة على النبي. هي موسى والده يا جماعه تبارك الله تبارك الله. الصلاة على النبي. ولده تبارك الله. ودي ولد والفلوس 46 بس 46 يا جماعه. الصلاة على النبي عليك يا عم تبارك الله. ب 46 بس. ب 46 رخيصة برضه يا عم. 46 رخيصة. شايف فوق الخمسينات. كانت ب 26 يا عم محسوب. كانت. الصلاة على النبي. دي رخيصة. بس حاجة حلوة. تحليب لها كام وكام يا عم محسوب؟ 3 و3. 3 و3 يا جماعة. صلاة النبي. شفت حلبتها انت 3 و3. تبارك الله. بس كلهم ما كتبوش واسع. تبارك الله. هم برضه هنا بياخذوا اللبن من البيت يعني صح كده؟ يعني تقول له مثلا بسا وتحلب كام وكام يقول لك 3 و3 4 و4 كل واحد وضميره. كل واحد ضميره. الصلاة على النبي. بجواب 55 تبارك الله. ولا بجواب 55 46 وحدوه والله قبل 46 ارجع البحر اكذب على الناس تبارك الله. بلاش عاد يا مزرعة. الصلاة على النبي حبيبي حبيبي. تبارك الله. كام التليفون يا كبير؟ 11 40 44 88 14 اخر حاجه. معلم ابو الحسن البرنس اخبارك عامل ايه باشا؟ الله يوسع عليك. الصلاه على النبي عليك معلم ابو الحسن. معلم ابو الحسن يا جماعه البرنس ايه اخبارك معلم؟ الصلاه على النبي تبارك الله تبارك الله. ضره حلوه يا جماعه ما شاء الله. ضره حلوه معلم ابو الحسن. عيله ضره حلو بالصلاة على النبي. هذه في شبكه اللبن تبارك الله ما شاء الله. الصلاة على النبي تبارك الله. يا جماعه مع المعلم ابو الحسن بكريه ولا ثانيه يا معلم؟ لا دي ثانيه. ثانيه دي يا جماعه. الصلاة على النبي. هي جعانه بس والله لبنها كويسه يا جماعه انا شايفه. اللهم صل على النبي. على 4 و4 الناس ما تقلش طبعا. لو مع الاكل يعني ان شاء الله تتظبط يعني وتجيب احسن كمان. صاحبها في الاكل حتجيب احسن تبارك الله. تحت ايه ذكر ولا انت هذا؟ وراها انت يا جماعه. بديهاش لبن صاحبها بديها 2 كيلو سي ب 2 كيلو. معظم يا جماعه الناس اللي هم تجار الجاموس يفضلوا النتاية عن الذكر. حصل. بالصلاة على النبي. تبارك الله تبارك الله. هذا يا محمد ما شاء الله. ثاني ولد يا جماعه. الصلاة على النبي. ببلاش الا روب. تبارك الله. والله ببلاش الا روب. احنا مغرب احنا شوي. اقول لك والله. تبارك الله. لا تفرج استاذ احمد. الصلاة على النبي تبارك الله. ما شاء الله. فتح حج. الصلاة على النبي. تبارك الله. حليف. الصلاة على النبي. بوز. الصلاة على النبي. بس بالتليفون طيب انت. الصلاة على النبي تبارك الله. هي عشان بنت عشان بنت عشان بنت عشان بنت. بس خلاص. الصلاة على النبي. دي تاني ولده يا جماعة. تحتيها النتاية الحلوة دي والراجل واخذها من سيدها بيقول على 4 و4 اللبن. من 4 و4 حتزيد ان شاء الله تزيد. كم بالصلاة على النبي حق ابو الحسن؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يا باشا. هي ب 48 لأي راجل وفي بلد.
الصلاة على النبي. بس الشطارة في المكسب برضه. تبارك الله. ب 43,000. 43,000. حق لبنة. اللهم صل على النبي. كسر أربع سنات. كسر أربع سنات يا جماعة. تاني ولد وتحتيها النتاية دي. كسر أربع سنات. والفلوس. جاب سبعة ثمان ولدات. ما شاء الله ما شاء الله. والفلوس 43,000 يا جماعة. مع المعلم ابو الحسن البرنس يا جماعه معلم تبارك الله ما شاء الله تعال 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 بحر تعال خذه ان كان سكتك خذه سبالي شويه يا مغرب تليفون معلم ابو الحسن 031 21 980 983 ومعانا دي برضه دي اللي هناك دي البكريه السمراء دي امسك يا الحمل ثاني البكرية يا جماعة الرأي ده بيقول أول ولد صلاة النبي يا مرضى عدي اللهم صل يا مرضى صاحب جاب بلبن الصلاة تبارك الله خدناها هنا برضه صلاة النبي تبارك الله وهالمولود يا أبوي بس ايه تحتيها معلم تحتيها الذكر يا أبوي تحتيها الذكر ده يا جماعة صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله صلاة النبي تبارك الله ولا سنة تبارك الله أول ولد يا جماعة بكرية صلاة النبي تبارك الله لبنها كام وكام معلم والله برضه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام شبة بكرية برضه صحابه ما قطعش في لبن تمام بس اعتبر برضه تعلب الأربع أربع الشبة دي عجوز تبارك الله حتى تقول 3 و3 مثلا برضه جايز 3 و3 عشان بكريه احنا عشان بكريه جايز 3 و3 تبارك الله والفلوس يا معلم الفلوس 3 رجاله بس شراكه فيها لسه ما ريحناش برضه مع بعض تمام ب 42,000 الصلاه على النبي ابو 50 ب 42 النهارده يا اولاد 42,000 مع المعلم ابو الحسن بصراحه يا جماعه احلى جران شرواته حلوه يا جماعه شرواته يعني حد ما كويسه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عريانة وعايز الكسوة تبارك الله سيب الرقم تاني معلم ايه رقم تليفون تاني 031 21 980 983 تشكرين حق ابو الحسن الله يخليك استاذ احمد تشكرين عم محسوب الله يبارك فيك تفضل تعجبك الله يوسع عليك الله يزيدك عم محسوب بالصلاة على النبي ده يا جماعة تقرير سوق الجاموس والعشر والوالد والحلاب بالصلاة على النبي تبارك الله في نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك منور الدنيا عم الحج والله الله يزيدك يا حج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.